اكتر شيء بيضايقني ايه؟ يلي الزلمة تعرفت عليه او حدا تعرفت عليه يعني من فترة وجيزة يعني قد ايه زيارته بدها تكون؟ ساعتين اوكي ثلاثة بس مو عشرة خمسة ستة هذا الضيف الغريب الضيف القريب قد ايه بتتصور تكون مثلا لانه قريب ما بعتبره ضيف البيت بيته بيت يعمل بيته اللي بده اياه ايه بعدين نحن على فكرة فظيعين طب ليك كل ما يفوت حدا تفضل تفضل البيت بيتك لا البيت مش بيتك بتقول انت من جواتك عم بتقول بلا كذب بلا نفاق البيت مو بيته وبعد ما يطلع ما بتخلوا عليه كلمة انت بتقولي هالكلمة لا انا ما بقولها لمين انت انه ولو ما بتقولي اياها انت هيدي على طول موجودة على لسانك انه تفضل للبيت بيتك يعني ايه تفضل للبيت بيتك طب كيف بده يتصرف هالضيف ليكون خفيف ها انا لما بقول لك البيت بيتك طول بالك مش البيت بيتك عن جد انت شو بك بتصدق بسرعة يعني شفتوا كيف